بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولله الصوماليات يدعون يا كرسن تي في إن شاء الله تعالى وحن أسه بندق دونا على مدها عيونتا أما إيشا قفصد ويقانو إيشو وشي حقا أو رسول كيني عليه الصلاة والسلام وكورمي أو يري العين حق إيشو حق ويي حلا ديدي كرماها وقتك رسولك عليه الصلاة والسلام على انتا سنوية دعضي إن صحابة دا كمدا أو ميلكو قبي سنية أو شركي سيادية دو قروح بنيهاي أيا واحد سواء أقمري ننكرة أو صحابة دا كمدا كدبنا وحو يري والله والله ما رأيت جسدا أحسن منه ما نركب بويري وحوي إن كان ننكشر قروح صن ما نركب بويري سيد راد إنك قندا عادي أدرن أي قبطي وأنا أمير بالي رسولك عليه الصلاة والسلام أي الله شاعي رسولك وحي قفكين ولا لكين معربك وكدي ليا هلا باركته وبارك الله لك محور ويدي marka wax weeye sida baradayn ogaanay isu inay tahay wax haqa waqtigii rasuulkan ay dhacday waxa weeye inagana way inaga dhici kartaa weey ninkii marka saxaabiga ah rasuulku kaleey salaatu wasallam kale saxaabiga ah buu yeeray hal tatayimuna minhu ahadan qof ma ku tumaysan buu yiri haaba layri hebel baa hadal hayay kadibna hebelkii baa loo yeeray waa loo qubeyay markii uu qubaystayna wixii uu ku qubay biyihii uu ku qubaystay ayaa ninkii lagu shubay sidaas ayuu ku bogsaday marka markii uu reysa hortu ishu waa shay xaq ah oo nabigeenii maxamed ah alayhi salaatu wasalaam uu sheegay waqtigiisiina dhacday qaabka loo daweynayana rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa kaasoo waa uu inoo sheegay raallahaa sidaa daraaddeed ishaasi waxay leedahay calaamado qofku muxuu ku garanayaa il inay hayso inaad sixran tahay ama il ay ku hayso maxaad ku garanaysaa su-aashaa jawaab bay u baahan tahay culimada howlaha ku takhasustay arrintaa way ka hadleen calaamadaha isha waxaa ka mid ah haddaad isku aragto alalam fi ra'si madax xanuun fara badan haddaad isku aragto oo madaxu aad iyo aad ku xanuunayo oo markaad kiniinka xanuun baabiyaha cunto ama aad cabto waxa weeye aad la naan weydo oo dhakhtarka markaad u tagto dhakhtarku uu ku yiraahdo waxba ma qabtid sidaa daraaddeed markaa il ayaa ku haysa qur-aan saar ayaad u baahan tahay waad nala soo xidhiiri kartaa in shaa allahu tacaala calaamadaheeda waxaa kaloo ka mid ah الشعور البرودة الشديدة في الأيدي والأرجل قف كل بدا قعمود يا لبدا لغود و هو كدريميا قبو عاد يا ظفر بدن ايو كدريميا اخترك مركا اد تكتو باريتال او سميهو واخ ديباتا لوغو شيغي مايو هدا ارنتا اسكو اركتو قران سار اياد او باانت هاي قعمها يا لغها هداي كو قبوبان مر ولبا على مدى روحة كلاو كاملة الاسفرار والشحوب في الوجه وجه ايا وحكا صوبحيا نبرو اما وجه ايا هاركو يالانيا اما على مدى وجه يكو يالانيسا نختار كمركة اتكتو وحبا لغو شيء مايو داوين هداد قادتو داوين كاسي وحبا كتاري مايان ارين دا هداد اسكو اركتو وحوه ايه قرآن سار باد اباهانتاي رسولك عليه الصلاة والسلام وقت جيسي رسولك قبر يربو اركي عليه الصلاة والسلام قبل يرد مركو أركي وجهد وحكو أركي قبل أن إلبا كل أعضي بويري وقرآن نووكو أخريي وآيني بكستي على ملاها إيش أي لاذا هاي وحكالو كمدا النعاس والرغبة في النوم قفكم مرول بعاجس مدريمية للمو دريمية هردو دريمية دال فربدن بو دريمية حدو سيحدنا هردوانا اكشن او الراحلة سيحن مايو أرنت هذا أسكو أركتو لاختاركونا واحد باتا أنا كوكو شيغين قرآن سار
أياد وبهانتها هذا الذكر أكتو والآلام في البطن على الحنون على وش اللي قابته أو دوين كحكو تري وياين أو دكتور كي حنون كوشي وياي أو إسكان لجو ساري قران سار أياد وبهانتها وهكذا كم إذا شدة التعرق والتبول قف كحكو الذكر كيا نيد فربضن كلن كلوينكا ما لها الله بلابما أيو حكو أركيا نديد فربضن وعيسكو أركيا كادي فربضن نختار كمركو أطاقو باريطان لغو سمايو وحالوغو أرانيا وحبان ما قبتت أرين ده عداد سكو أركتو قرآن سار أياد أبا أنتهي وحينا كم ينتهي على مضاها إشا وعكالو كم ده زيادة الحرارة في الجسم قفك تشيرك وحكو دريميا كليل فربضن شركة مرولبا قندا أيا دريميسا كليل فربضن با دريميسا مرولبا نختار كاد تجيسا نيكر كالغا عبريا سنغرتا لغا فيرينيا كنال غو سمينيا كنال غو سمينيا لغايا بدا ويكو كالميا إن لغو سيو هادانا وحي وحبا كتاري مايا أرنتاس هادا سكو أركتو قران سار أيا دوبا هانتا قفكو كالو دريمي الشعور بالألم مستمرة أسفل الظهر نبرك يعني نبرك هوستيسة أيو حكدر يميا نبر حنوف ربضان أو مستمر أنك لقول هاي مهل انتبو دريميا همين كيبو دريميا صبحي بو دريميا ولبا مركة هرددة وكتوصو أيا حنون كاسي كسي بدنيا لغا يابا يقف كاسي انو داوين قاطي لغا يابا انو تشمعسي سميي لغا يابا انو وحول بسميي هادنا وحويي وحويي واو حنو سنيا أرد أداس كو أركتو قران سار أياد أبهانتاي قفكو حكرو دريمي الشعور بثقل في الرقبتين لبدا لغود أما لبدا تشلبود أما قار كدنبه أي قفكو حكرو دريمي عليس قار كدنبه دو حكرو دريمي سا عليس فربضن اختر كاد أتاقي داوا لغو قري داوا دو حكرو تريميس نختار كي وحنونة أو كو شيغيا habayaratay ma jirto saamaxaan u leeyahay dhaqtarku waxa weeye waxa uu garan kara xanuunadan la arki karo marka la sawiro ama dhig la qaado ama kaadi la qaado ayuu arki kara laakiin cilmi nafsiga ama xanuunadan nafsiga ah sida isha sida sixirka dhaqtarku waxba kama qaban karo mana arki karo mana fahmi karo sida daraadeed waxaad u baahan tahay quraan saar qofka muslimka ana jirkiisu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waa cuntay cabitaan bay u baahan tahay oo waxa weeye nabiyullaahi aadam calayhi salaam aabeen ayaa waxa laga abuuray dhulka ciidda laga abuuray sida daraadeed xoolihii iyo dhirtii way naga cunayna oo ku nool iyaga haddaynaan cunin waa dhimanayna jirkiina waxa weeye ruuxduna min allaahi subxaanahu wa ta'aala bay ka timi wayas'aluunaka ani arruux qul arruuxu min amri rabbi amr ilaahi bay ku timi subxaanahu wa ta'aala ذكرك إلهي يا قرآنك يا تسبيحنا يا وحي إلهي كود ويني يا أمرك آت كل نانسا أما آت وناك كدريمسا إلهينا وكيلها سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب استريسك يا اسكبوق قرآنك إلهي بعد داوك قفكو حكالو دريمي الرغبة بالبكاء ولو كانت دون سبب marka qaar ku qofku oo himbaaba qabanaysaa oo himbaaba qabanaysaa iyadoo aan sabab jirin qofka hadii midtana uu wax uu ka naxo oo loo sheego uu ooyo ama ilaahay dartii subxaana wa taala uu khushuuco uu ooyo ama de oo hin sabab la haday timaado dhibaato male wax laga yaabo ilmi yara maanta inuu isku ooyayo dhaqtarka marka loo geeyo temperature-kiisa la cabiro kaadi laga qaado dhiig laga qaado waxa lagu sameeyo ilmihi oo hin tima joojinayo qofkii weynaa laftiisa mar walba oo himba qabanaysa oo himbu dareemaya arinta haddaad isku aragto ama ilmahaaga aad ku aragto quraan saar ayaad u baahan tahay waxa kaloo ka mid ah calaamadka isha ay leedahay ash-shucuur bil-diiq wal-alam fi sadri qofku wuxuu dareemaya cidhiidh qalbiga ah yacni diiqatu sadri laabto cidhiidh buu ka dareemaya farxad la-aan buu dareemaya qofkii وألم في الصدر تشتيغا أما لابتا أيو وحو كدريمي حنون أختار كمركو أتاقو
ee kiniin la siiyo ee waxa loo sameeyo ee kan loo sameeyo kiniinka iyo dhaqtarka midna waxba tari maayo arinta haddaad isku aragto ilba ku haysa quraan saar ayaad u baahan tahay al-isaabatu bil-iktiaab qofkii wuxuu dareemayaa disappointed wuxuu dareemayaa yacni niyad jab fara badan buu dareemayaa وعدم التحدث كثيرا قفكي ما جعلانه انت بدن انه هادلبا هادلك بلا ادن كا دبيا اسغا لفتيسو انه هادلو ما دونيشيد ها اختارك مركا او تكتو لو باارنا واخ ديباتا لو اركي مايو ارينتا هاداد اسكو اركتو قران سار باد او باهانتahay ايات العين ايات او باهانتahay ان لو اخريو قران كان وا داو اساتي واخا جيرتا آيات خاصة أو لو يقانو آيات العين أو قفك إيش آي هايسو لغو أخريو وعكرو كمدة النظرة سلبية للحياة وعدم الرغب قفك أدو يذيبو نعيا أدو يذيبو من نعيا أو أدو يذيبو نلاشو راحي لاذاي نلاشو وناقي فرحات باي لاذاي إساق ورقات فرحات دا إيو وناقي دريمي مايو وتمني الموت waxaan laga yaabaa marka qaar kood qofku inuu ku fakaraba inuu isdilo ama uu jecelaysan lahaaba inuu dhinto arintaas haddaad isku aragto in adduunyadii ciriirku ugu soo noqotay oo aadan nolosha ku faraxsanayn oo mararka qaar kood aad ku fakarayso inaad isdisho waxa weeye dhakhtarka markaad u tagtana kiniin uu ku siiyo iyo talo uu ku siiyo waxba ku tari waayeen ilaahay kalaamkiisaad u baahan tahay inaad isku akhrido قران صار أيضا بهانتي وحكى لو كمدة الإصابة ببعض الحالات النفسية قفكو حالة ذو دريمية يعني المرض كالوهم والجنون ها وحو دريمية متغانا وهمي اسمه تسيس مركة غاركود والوالبو دريمية يعني والاي هاي عمرو كري أيو دريمية قفكاس أختارك مركة أوتغانا وعفاء إيداء أما وحنا جيتاء كقاري مايو أردت أن أدرس كواركتو قرآن سار أياد بهانتاي الشعور بالغضب قفكي مروالبا أرأي دريمية قفكي ما فرح سنة طوال الوقت هدي لقاء عريسيو أما وحناقو ما أنت أنه وحناق سنانيا فرح الدريمي مايو أردت أن أدرس كواركتو عرف ربضان waxaan horey u lahaan jirin oo markaad carato markii carada way ka degi jirtay laakiin hadda ka degimayso 24 saac ama usbuuc ama bil dhan baa laga yaaba inay ku hayso dhaqtarka markaad u tagtana wax daawo ah ama wax ku tara lagu siin maayo ama ku anficumayso arinta hadaad isku aragto quraan saar ayaad u baahan tahay waxa kale oo isha kamid calaamadaheeda annisyanu inda darasa aw alhifz bil quraan ha qofkii wixii uu bartay wuu ilaawayaa hadday daraasad hadday cilmi diineed tahay iyo hadday cilmi maadi tahay qofka waxa la wixii uu bartay wuu ilaawayaa quraanka markuu xifdiyo ama quraanka uu inuu xifdiyana markiiba wuu ilaawayaa marka kathratu nisyaan haddaad isku aragto wax kastoo aad barato aad ilaawayso arinta haddaad isku aragto quraan saar ayaad u baahan tahay كراهية الذهاب للمدرسة قفكي مدرسة دي بنعيا وعبرشة أول أوج على صبح حروك اللي هي سكولكو تجي تري مدرسة دو تجي تري قرانكو آخر سن تري تدار بدن بو موتين تري قفكي هالمربع شيء وعبرشة دي بنعيا كم عدد بعلمية كتجي كبرني كم عدد بكتكتي دراسة دي بنعضي وحمد تقنا الرغباء أما وحربتان وما هيسو وعوي كراهية الذهاب للمدرسة haddii aad isku aragto goobaha waxbarashada inaad nacayso oo aadan rabin arinta haddaad isku aragto waxa weeye dhakhtarka markaa u tagtana uu ku caawin waayo quraan saar ayaad u baahan tahay waxaa kaloo ka mid ah karaahiyatul makaan qofku wuxuu nacayaa meeshii alladii yaciish fiihi meeshii uu ku nool yahay buu nacayaa ninkii waxaa laga yaabaa gurigiisa ma joogi karo ha ilmaha madax joogi karo markiiba uu ka cararaya ha karaahiyatu lmakaanu aladii yaciishu fiihi aadi aad buu u naqayaa wannufuuru minhu waa u diidayaa
haddaad isku aragto ninkiiyow inaadan xaaskaaga iyo ilmahaaga iyo gurigaaga aadan joogi karin oo aad ka jeceshahay bannaanka oo aad ka jeceshahay maqaaxiyaha oo aad ka jeceshahay meelaha la isugu yimaado ama gabadha lafteedii aanay rabin ilmihii inay dhex joogto oo ay carareyso oo qofku mar walba bannaanka uu jeclaysanayo alkaraahiyatu lmakaanu aladii yaciishu fiihi wannufuuru minhu arrinta haddaad isku aragto qur-aan saar ayaad u baahan tahay. waxaa kaloo ka mid ah cadamu lmaqdira cala annawm, qofkii waxaa ku adkaanaysaa hurdada, hurda la-aan baa igu dhacday, waan seexan waayey, kiniinka laga yaabo hurdada qofku inuu qaato uu seexan waayo, hurdadii ku yaraato. arrinta haddaad isku aragto dhakhtarka markaad u tagtana uu ku caawin kari waayo qur-aan saar ayaad u baahan tahay. dhakhtarka maxaan usoo celcelinayaa, dhakhtarka waxaan usoo celcelinayaa dhakhtarku dee haddii xanuunkii uu kugu arko daawaa lagu siinaya. inkastoo sideedaba qur-aanku mar walba daawo uu yahay, haddaad dhiig kar qabto qur-aan saar baad u baahan tahay, haddaad sankor leedahay qur-aanku uu ku caawinayaa, yacni ayi marad buu daawo ka yahay. wanunasilu min alqur'aani maa huwa shifaa, waa shifaa mutakaamila weeye. laakiin dadkeena soomaaliyeed ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo, qofku marka u horeysa dhakhtarkuu aadayaa, dhakhtarkuu ku ordayaa, daawooyin buu qaadanayaa, marka uu ka soo daalo ayuu oranaya bal qur-aan aan isku eego, bal wadaad qur-aan isaara ha lay raadiyo. haa, maxaa la rabay markaa adigoo qur-aankaagiina isku akhrinaya oo qur-aankaagii baranaya oo qur-aankaagii barakaysanaya inaad mataqaan dhakhtarkan aad aado ayay ahayd. allah subxaanahu wa tacaala uu kaa fududayn lahaa, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay gacantiisa wax walba ku jirtaa. xanuunka macaanka laleeyahay dawo male, ilaahay uu kaa kaxayn karaa. dhiigkarka laleeyahay daawo male, ilaahay uu kaa kaxayn karaa. kansarka laleeyahay daawo male, ilaahay uu kaa kaxayn karaa. waayo ilaahay waxba kuma adkaadaan. inamaa amruhu idaa araada shay-an, xanuunkan yaa keenay, rabbi subxaanahu wa tacaala baa keenay, rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa keenay. way u fududdahay markaa inuu kaxeeyo. inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun. hebelow ladnow waa ladnaanaysaa ilaa idankiisa. waxaa kaloo ka mid a qofkii wuxuu arkayaa ru'yatu laxlaam, haa, ru'yatu laxlaam hur wuxuu arkayaa riyooyin, tadullu cala alcayn, riyooyin uu ilku arkayo ayuu arkayaa. ka an yaraa fi lmanaami man yanduru ilayhi fi lmanaami, wuxuu arkayaa mararka qaarka isagoo hurda qof soo eegaya oo kale, qof meelkaasoo eegaya ayaad ku riyoonaysaa. haa, aw ru'yati cayn, ama in lafteedaad ku riyoonaysaa, isha lafteedii ayaa laga yaabaa inaad ku riyooto. aw majmuucatu lcuyuun, ama indho fara badan inaad ku riyooto ayaa laga yaabaa. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad ku riyooto abeensooyin, masas, ey madow, waxyaaba saasoo yacni ku argagix gelinaya oo hurdadii kaa xumaynaya. haddaad arrintaa isku aragto qur-aan saar ayaad u baahan tahay. aru'yatu laxlaam, qofku wuxuu arkayaa riyooyin, tadullu cala alcayn, il buu ku riyoonayaa qofkii. ka an yaraa fi lmanaami man yanduru ilayhi fi lmanaam, haa, mararka qaarkood wuxuu ku riyoonayaa qofkii isagoo qof soo eegayo kale. aw ru'yatu lcayn, ama il lafteedu ku riyoonaya. aw majmuucatu lcuyuun, ama indho fara badan ayuu ku riyoonaya. arrintaas haddaad isku aragto qur-aan saar ayaad u baahan tahay. mar walbana walaalayaal, qur-aanka ilaahay waa daawo. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay waxa weeye qur-aanku waa daawo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ujeedaa ilaahay wuxuu leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa, waa daawo qur-aanku. muxuu daawo u yahay? quluub xanuunaa jira qalbiga ku dhaca, sida nifaaqa, sida kufriga, sida xasadka, amraadulquluub bay culammadu ku sheegaan. qur-aankaa daawo u ah. haa, yaa ayuha annaas, dadkii yow, qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum, waano xagga ilaahay idinka timi ayaa jirta. washifaa'un limaa fi sudur, washifaa'un limaa fi sudur, iyo wax daawo qalbiga u ah. wahudan waraxmatun lilmu'miniin, hanuun buu inoo yahay, raxmad buu dadka mu'miniinta u yahay. raxmadda markaa aynu baranno, aynu dhegaysanno,
أن غريهن كشدن نلشين حكم النقض ها. وإذا قرئ القرآن قرآن كمرك الآخرين أيه فاستمعوا له نجيست وأنصتوا دكتور عارعية حد عن نجيس القرآن كإلهي ودكتور عارع إنه محان هلينا لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى وأؤينون حريص عليه ها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن كي وداو قل حتى نبي الله محمد قل هو للذين آمنوا ذلك إله رميه شفاء ويهي داو أيكويهي ها إلهي سبحانه وتعالى داو ذهي نبي الله إبراهيم عليه السلام محير الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين مركب بكوضه إلهي الدوين أيوي مركب بيده الخير بيده الشفاء بيده الرحمة إلهي مركب أنك كرسون عنه قف كنا واحد الدنيا مركب قرآن كيسكو آخرنا يو إن أتراضو بل الله يقول يا ولاد قرآن يقول آخرية معها على أربعة إن بتقانا يي آد سكو آخرده قرآن ك أو وحوي باليقين أضر ما يصن قرآن كاسينو داوي هاي إلهي كوجو أنفع أيه إسكو أخي مرك الله سبحانه وتعالى ينفع بك أو كوجو أنفع أيه لكن يدري حي كان نقطه تجابة تجابه إيه واحد أنا هو بيمبا وحوي ماركتي أن كو وحوي داوي كوجو نقول مايو مرك هذا ما دحنو إسكو أركته قرآن سار بعض بانتاي كعمها يقولوها هذا كوجو أركته قبو قرآن سار بعض بانتاي وجه هذا النبر كوجو أركته قرآن صار بعض بانتهاي هذا على الحنون سكو أركته قرآن صار بعض بانتهاي وردنا أنا هذا سكو أركته قرآن صار بعض بانتهاي وحاول نديت فربنا إيه كادي بدن هذا سكو أركته قرآن صار بعض بانتهاي أما تدعو ما هذا سكو أركته ينتظر كقولي ده ينتظر يو أذن وهاينين متغر رغبة وهاينين قرآن صار بعض بانتهاي شركوك كل هذا قرآن صار بعض بانتهاي نبر كده حنون كدريميسو قرآن صار بعض بانتهاي لقاه وليس كدريميسو قرآن صار بعض بانتهاي مركب قارك ده أهين أيك قوانيسو يروان سبب شرين قرآن صار بعض بانتهاي استرايس كي يقلبك وحرمة يفرح هذا الآن يلابتد وليس كدريم تي حنون قرآن صار بعض بانتهاي وحاسون قرآن صار بعض بانتهاي إصابة الإصابة بالاكتئاب لسبينت يقلب يشوف هذا دريمته iyana shaqaleen mar badan inaad hadasho quraan saar baad u baahan tahay nolosha kugu adkaata wa tamanna al maut aw marka qaar kood inaad isdisho aad ku taminido quraan saar baad u baahan tahay hadaa aragto caraf far badan ku qabaneysa ama mar walba inaad ka caroonayso waqti diwaal al waqt on aras ka dagaynin quraan saar baad u baahan tahay wixii aad barato oo aad degdeg u ilaaweysid ama quraan ha noqoto ama wax kale ha noqoto قرآن صار بعض بهانته كراهية الذهاب للمدرسة مدرسة نعم أما علمه ومدرسة جديدة وحبرشة جديدة قرقي إسكفر ليا آر رمين إن عرورتي راعه وحبرشة هذا الماس قرآن صار بعض بهانته كراهية المكان الذي يعيش فيه والنوم من والنفور منه ما شاء تكون وشياء أن نعيسه قرقي ما تشوي كرت دقيقة وتكعر ريسها gurigaaga joognin kisu dhibaato ku waya quraan sa wa bil aksi hadaa guriga joogto oo guriga iska fadhido oo aadan barabeen banaanka inaad baxdo oo guriga lagu jecelaysiyo oo gurigi maxbuus amal aad ku noqoto qofan meel kale aadaynin taalifteedana quraan saar baad u baahantay qofkii aba gurigi uu ka cararaya oo gurigi ma rabo ama gurigi buu joogaya oo banaankiiba dooni maayo arimaasi arimaha isha ayay ka mid tahay sama jeed أورد الآن عدم المقدرة على النوم قفكي ما بصيح عن كربه أورد الآن باكل عيسى قفكي رؤية الأحلام قفكي رؤيون بو أركيا تدل على العين إلا يو أركيا كأن يرى في المنام من يظهر إليه في المنام قف سوء يقول أي كريون يا قفكي أو رؤية العين أما إلا لفتي يدو كريون يا أو مجموعة العيون أما إن دفر بذن أي كوريوني أنت صورنا هذا أشياء جاي هدي نختار كعاد وتكتو أختار جحبك فوق بنوايو
oo dhaqtarku waxba ku tari waayo oo dawadu wax ku tari waydo calaamadka hadda aan sheegay qayb ka mid ah isku aragtana quraan saar ayaad u baahan tahay باذن الله الباري ان شاء الله تعالى دروستن هدي وقتك ينو سامحو واسي ودي دونا هدي الهي يراه سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى قفكي مركا او باهن ان القران يسارو اما القران اسكو اخريو باذن الله الباري لمبركا او هلكا كموقده ايو ان شاء الله تعالى ايو نغلا سو هدي دونا باذن الله جل جلاله تقدست اسماءه برنامج كيني بين الله الباري انتاس ايان كسو غبغبينينا ان شاء الله تعالى بين الله جل وعلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.